الفقرة الحوارية دي مشرفنا واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين اللي أثبتوا نجاح كبير، وهو لاعب كان ناجح وهو مدرب ترك بصمة السنة دي في بطولة الدوري الممتاز مع فريق أسوان، وخلاه واحد من الفرق القوية اللي بيحسب لها حساب النهاردة. النهاردة معانا في البيت الكبير الكابتن أحمد كشري، وحديث مهم جدا عن الإنجاز اللي حققه في بطولة الدوري الممتاز السنة دي، وده الحقيقة إنجاز كبير جدا يحسب لك يا كابتن أحمد. ألف ألف مبروك في الأول. الله يبارك فيك، أشكرك طبعا على تقديمك الجميلة دي، وسعيد إن أنا في بيتي النادي الأهلي يعني، ومع النجم الكبير طبعا اخويا. منورنا منورنا يا احمد بجد، نجم والله. الملاعب والتدريب الكابتن هاني رمزي، ربنا يخليك طبعا يا سامي، ربنا يخليك. منورنا يا احمد طبعا، وانا عارف مشوارك، الناس بس بتاخد الجزء الاخير ان تحدي اسوان، لكن انا عارف مشوارك كان فيه تحديات كبيره جدا هنتكلم عليها بالتفصيل، ونتكلم كمان على خطواتك وطموحاتك في المستقبل ان شاء الله. لكن مشوار جدير بالاحترام، مشوار كابتن احمد كشري، بس انا عايز ابدا من الاخر. آخر تجربة ليك لحد النهاردة هي تجربتك مع فريق أسوان، جيت في فترة صعبة، في تقريبا في فترة الكورونا، ويمكن يعني عايز أسألك بالنسبة للريسك التدريبي، لو فينا نقول أنك جيت في توقيت صعب، ليه ريسك تدريبي؟ لأن أنت يعني فريق أسوان مع كامل احترامنا ليه طبعا، مقارنة بعدد أندية الدوري الممتازة اللي موجودة من حيث الإمكانيات فإمكانياته شوية قليلة، ما كانش ريسك بالنسبة لك؟ لا، هو طبعا احنا عارفين نادي أسوان يعني نادي إمكانياته المادية يعني ما عندوش موارد ضعيفة، مصر كلها عارفة يعني، ناس مشكورة بيحاولوا في النادي. لكن أنا في فترة كنت ماسك في الدوري الممتاز، كنت ماسك النصر التعدين برضو كان في أسوان، فيمكن انا كنت رايح اسوان، انا كان رصيدي كبير جدا في نادي اسوان، لان انا مع النصر التعدين نجحت معاهم يعني، عملت معاهم نتائج كبيره جدا يعني. فريق النصر التعدين كان يمكن شبيه لتجربه اسوان، وقدرت ان انا اكسب فرق كبيره جدا، كسبت بتروجيت وكسبت وادي دجله وكسبت الاتحاد وكسبت يعني، عملت نتائج معاهم كبيره، بس انا كنت رايح لهم في وقت ضيق، عدد المباريات كان قليل، وقفنا على يمكن نقطه وعدينا فرق اكبر مننا، فانا واخد على التجارب اللي هي فيها تحديات كبيره وصعبه. حتى الفرق اللي مسكتها هي فرق شعبيه كبيره زي نادي الترسانة، عنده جماهير وضغوطات عاليه جدا، بلديه المحله معروفه من الفرق يعني اللي جمهورها شرس، بيحب فرقته جدا. منتخب جيبوتي اللي انا يعني دربته، منتخب في القاره يعني بعيد جدا في القاره على المستويات الفرق الكبيره، ومع ذلك ربنا كرمني معاهم وحققت نتائج كبيره، كسبت السودان، كسبت كينيا، عملت لعبت تصفيه كاس عالم قدام مصر، فمش جديد عليا، يمكن هي تجربه بالنسبه لي انا خضتها قبل كده. والتحديات احمد هي التحديات هي كمان اللي بتفرز للمدرب الجيد، والتحديات اكيد بتديك كمان خبرات، كل ما بتعدي على تجربه صعبه يعني. في مدربين بتبقى الامكانيات الانديه الكبيره بتساعدها شويه ومتاحه، لكن زي ما بيقولوا كده العصرة بتاعت المدرب بتبقى دايما في الممتاز به، وانا عارف الامكانيات بتبقى عامله ازاي، وكمان على المستوى القاري انت دربت كمان في جيبوتي. فخلينا اتكلم معاك على ايه اللي انت عملته في المرحله الصغيره، يعني كابتن مجدي عبد العاطي قطع شوط لا باس به، وكانت نتائج لحد ما يعني فوق وتحت، لكن الشكل العام اتغير بشكل كبير جدا، الاداء اتغير بشكل كبير جدا، الروح اختلفت بشكل كبير. عايزين نعرف ايه الروشته اللي انت كده اول ما دخلت نادي اسوان بدات انت في البيت بقى تقعد تقول انا هعمل 1 2 3 4. طبعا كلامك طبعا كله مظبوط يا كابتن هاني، يعني فرقه اسوان لما رحت لها انا كنت طبعا راجل من خلال مجالي، انا متابع جيد جدا للفريق وعارف أكيد. امكانيات الفريق كويس، ويمكن نادي اسوان يعني من الأندية اللي قعدوا 3 سنين بيفاوضوني بيكلموني، يعني السنين اللي فاتت دي كانوا مش ضريب عليهم يعني. ثلاث سنين بيفاوضوك يعني بيتكلموا معايا أحيانا إن أنا أروح، بس أحيانا ببقى أنا ماسك في نادي في القاهرة، نادي كبير يعني الظروف ما سمحتش يعني، ما سمحتش بمعنى صح. فأنا عارف كل كبيرة وصغيرة على الفريق. فريق أسوان يعني أنا اتفرجت عليه الدور الأولاني مبارياته بالكامل. لما بتخش على فريق وانت عارفه او عارف امكانيات اللعيبه بيوفر عليك حاجات كتيره. طبعا كل واحد دي في شغله، وكابتن هاني طبعا مدرب كبير وعارف ليه اسلوبه وليه سيستم بتاعه وليه يعني النهج اللي بيمشي عليه بالنسبه للفريق.
انا من المدربين اللي بحاول ان انا اشتغل على الحاجات اللي ناقصه اللعيبه، الحاجات الصغيره قوي، التفاصيل. التفاصيل دي اللي بتفرق بين اللعيب في الدوري الممتاز بيلعب في نادي كبير وبين اللعيب بيلعب في نفس الدوري الممتاز في نادي صغير، اللي هي التفاصيل الصغيره، التمركز الصحيح، الباص امتى يطلع، امتى العب لعب اللي هو بنقول عليه لعب تجاري، لعب امتى اهدي اللعب. في حاجات معينه دي يمكن في شغلنا مهما نتكلم عليها ما ينفعش ان هي لازم نشوف تتقال. في الملعب لكن انا في تعاملاتي مع اللعيبه الحمد لله دايما اللعيبه معايا في اي نادي بيبقوا قريبين مني جدا جدا، وبيبقى علاقتي بيهم قويه جدا، وفي نفس الوقت يعني بيعملوا لي الف حساب. يعني انا من نوع المدربين اللي صديق اللعيبه قوي قوي، لكن في الاخطاء ما بتنزلش، فاللعيب بيعمل حسابه ان هو ما يغلطش معايا، فبتلاقي العلاقه بيني وبينهم علاقه طيبه جدا. اللعيبه يمكن شفته مثلا في ماتش حرس الحدود، ابراهيم جلال بيجيب جون جاي بيبوظ دماغي. ابراهيم ما كانش بيلعب كمان يعني. فقال لي يا كابتن قسما بالله، قال لي كده اقسم بالله العظيم انا بلعب عشانك، انا بموت نفسي في الملعب عشانك. فطبعا يعني تقدير واحترام لي طبعا. لان يعني لما يكون لعيب، طبعا احنا كنا لعيبه وياما لعبنا. انا الكابتن يعني مثلا كابتن جوهري بالنسبه له كان طبعاً. يعني الاب الروحي، يعني كان بيقاتل احيانا عشان دي بتبقى حاله كويسه. انا من نوع المدربين اللي بعمل توازن في العلاقه بيني وبين اللعيبه، بدي الثقه للعيبه كويس قوي 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 في الملعب، بحسسه ان هو ما يقلش على الفرق الكبيره. لما كمان بتشتغلي مع فريق وتقولي له تعيش المباراه قبلها، واجي مثلا في محاضره فيديو اقول لهم هنشتغل كذا كذا وفي المباراه الجايه ان شاء الله هنشتغل على دي، لو اشتغلناها صح هنجيب جون، يلاقوا نفسهم بيعملوها بيجيبوا جون. قبل مباراه الزمالك فوز تاريخي طبعا على نادي الزمالك. يعني قنوات كلموني يا كابتن هاني وقلت لهم انا رايح العب على الثلاثة بونت، فاستهزأوا يعني مش هقول يعني هم خدوا استكتروا الكلام ازاي يا كابتن كوشر بتلعب الزمالك. بالظبط. قلت لهم انا هلعب على الثلاثة بونت، انت ليه زعلانين ليه؟ طب كنت متاكد الثقه دي كانت جايه لك منين؟ من لعيبتي. من لعيبتك طبعا. حلوه الجمله دي. طبعا من لعيبتي. انا لو انا مش واثق فيهم عمري ما اقول كده، مش مكابره ولا غرور ولا حاجه. امكانياتك يعني طبعا طبعا. قلت لهم هلعب على الثلاثة بونت، قالوا لي الثلاثة بونت ده انت لو خدت بونت. قلت لهم هلعب على الثلاثة بونت، انا من يعني الكلام ده انا قلته فعلا. قلت له انا من مدرسه النادي الاهلي، ما بعرفش العب على تعادل مع فرقه، وما بعرفش العب ان الفريق بحترم الفريق اللي قدامي وممكن يبقى اقوى مني، لكن انا عندي طموح بدال في 11 لعيب بيلعب 11 لعيب، انا بلعب لاخر دقيقه على ان انا اكسب. وبقول لكم اهو بعد الماتش نتكلم. ده الكلام ده كان مع الاعلام الكبير سيف زاهر، وكان مع محمد شبانه في الراديو، كان فطبعا يعني الكلام طب يا كابتن هنشوف بعد الماتش. بعد الماتش طبعا ما كلموني، قال لي كابتن كوش، قلت له انتوا شفتوا في المباراه احنا كنا نكسب 1-2-3، يعني شكلنا في المباراه احنا اللي رحنا فرص. طبعا عايز اخد من كلامك بس قبل ما يعني المباريات الكبيره، يعني انا شايف ان المباريات الكبيره عملت مباراه كبيره قدام بيراميدز فرقه كبيره قدام نادي الزمالك قدام المقاولين كسبنا المقاولين. عايز اعرف الحته دي برضو على الجزء الفني، التاهيل للمباريات اللي بتلعب قدام الفرق الكبيره ما بتبقاش صعبه غير زي ما بتاهل الفرقه اللي مثلا بتلعب حرس الحدود. ايوه فرقه في نفس الليفل أيوة يعني اتعاملت مع الجزئيه دي ازاي؟ بص يعني كابتن هاني يعني ايه طبعا من خبراته يعني جاب الملخص الموضوع. الفرق اللي معايا في نفس الليفل هي دي اصعب مباريات، بيبقى بحاول ان انا اشتغل اكتر حاجه على تنظيم في الملعب كويس جدا، التكتيك، قرايه الفرق اللي قدامي، الاخطاء، الشغل اشتغل على اخطائهم، اشتغل ان انا ما يبقاش عندي ثغرات. بيبقى الشغل كتير قوي فيه فني قبل المباراه اللي هي الليفل بتاعي. الفرق الكبيره زي الاهلي او الزمالك او بيراميدز بشتغل على العامل النفسي اكتر. مظبوط. ان انا هيئ اللعيب نفسيا وهو ما يخافش من الخصم. وده اللي حصل في مباراه الزمالك، وحصل في مباريات كتيره. يمكن انا بقول للزمالك طبعا الزمالك احنا كسبنا المباراه. انا قبل المباراه يعني هيئتهم نفسيا جدا وقلت لهم صدقوني هنكسب المباراه، انا بقول لكم انا عندي ثقه انا هكسب المباراه بلغه الكره كده. وبعدين انت كان ليك تصريح بيكسر حاجز الخوف شويه او عدم الثقه في نفسه. وكان ليك تصريح ان انت بتقول انا رجعت بفتكر ان انا كنت لاعب في الاهلي وكاني دخلت الجون ده وانا بلعب في الاهلي في الزمالك. بالظبط. انا قلت كده بالظبط. انا قلت انا قلت انا كاني جبت جون. أيوة. يعني وانا بلعب مع الاهلي. طبعا مباراه يعني طبعا نادي الزمالك نادي كبير ولكل احترام، بس بالنسبه لك فوز تاريخي برضه. طبعا اول مره في تاريخ اسوان تكسب اول مره في تاريخه. وبعدين مباراه طبعا
يعني احنا كنا شكلنا تنظيميا افضل، احنا ضيعنا انفرادات وصلنا المرمى اكتر. طب انا مستغربه من حاجه، ان انت عملت الانجاز ده كذا انجاز مع فريق اسوان في مشوارك في الدوري ده، وان انت توعدت وعود بقالك 3 سنين بتقول ان هما بيفاوضوك في اسوان وجيت مشيت بالطريقه دي. في وعود انت توعدت بيها من فريق اسوان لم تتحقق لذلك رحلت. لا هو هقول لك للامانه يعني هما ناس، انا بكن اليوم كل الاحترام والتقدير. مشيت ليه؟ مشيت لان هما يعني مستكترين على المدرب بتاعهم ان هو انديه تكلمه، وانا انديه فعلا كلمتني. ايه ايه مستكترين ايه؟ مستكترين على المدرب بتاعهم ان انديه تفاوضه او يعني تكلمه. يعني في يعني زعلانين بمعنى صح. طب انا راجل مدرب النهارده، اللعيبه بتوعك. بس اصل ده وارد في عالم كره القدم، مش ان المدرب بيحقق نجاحات وبالتالي بعض اصل ده زي اللعيب، ما انت مدرب نفس بالزبط. انت منظومه واحده، انت عملت اداء كويس ولفت الانظار زي ما اللعيب بيلعب كويس ويلفت الانظار فانديه بتكلمه، وبالتالي في بعض الانديه ودي خطوه هنجيلها ان شاء الله ونتكلم فيها. بس ده مش السبب، بس افتكر انه ده مش ما انا هقول لحضرتك ايه السبب بالظبط. انا في الفتره اللي كنت شغال فيها، فتره المنافسات في اصعب فتره لينا اللي هي خلاص بندور على الثلاثه بونت او الاربعه بونت اللي يقعدونا، كان مين الفرق اللي مهدده؟ اكتر من 10 فرق كانوا تحتينا. مظبوط. كان تحت الاسماعيلي وتحت المصري وتحت وطلاع الجيش وتحت دجله وتحت جونه وكل الفرق دي تحتيه. فالبونت عزيز جدا في الفتره دي، فانديه كلمتني انديه كبيره، وانا الكلام ده قلته وبعيده تاني عشان هم يعني الكلام بيتحرف، قلت الانديه دي فوضتني في الفتره دي، انديه كبيره كلموني ان انا اسيب اسوان. زي مين يا كابتن احمد؟ انا بس مش عايز اقول الانديه اللي مرتبطه دلوقتي. من ضمن الاسماء اللي انديه كبيره يعني انديه كبيره من اللي كانوا انديه كبيره يعني انديه منهم انديه شعبيه ومنهم انديه مؤسسات، انديه كبيره. انا رفضت عشان خاطر اسوان وعشان خاطر انا ما نطش من المركب. ما ينفعش ان انا وانا ماشي مع الفريق في المرحله دي اسيب الفريق وامشي، رغم ان في مدربين عملوها بس انا عمري في حياتي ما عملتها، يعني ما عملتهاش. ما سبتش المركب. لا فالمفروض الكلام ده اتقدر عليه. لا فوجئت ان بيقولوا ده الكابتن كشري بيقول جاي له انديه وبيلوي دراعنا. دراعنا ايه؟ انا ما قلتلكش ان انا هسيبك وامشي، ده انا قبل الاجتماع بلغت رئيس النادي ان انا معاك ومكمل معاك خلاص. انا كنت بدرس بس الموقف بتاع النادي، في عندي 10 لعيبه اعارات، في عندي لعيبه مطلوبه، معظم اللعيبه مطلوبه بره. حضرتك اللي وصلت لهم انك عندك عروض بره ولا ده؟ لا هم سمعوا طبعا. سمع. انا هروح اقول لهم انا عندي عروض؟ انا عمري ما اتكلم، ما اتكلمش. لا في ناس بتحب تسوق لنفسها عايز. لا 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 لا, لا. يعني هم عارفين يعني المجال بتاعنا ضيق. خلينا نتكلم بكل امانه، نتكلم بروفيشنال يعني لو اتكلمنا بروفيشنال. حتى على سبيل المثال لو انت عندك عرض، انت خلصت الموسم وعملت نتيجه اكتر من رائعه وعملت انجاز في حد ذاته ان اسوان يقعد في الدوري الممتاز رغم الامكانيات، فايه الوارد والطبيعي جدا ان انت حتى ممكن والله تقعد مع مجلس الاداره، انا فعلا جاي لي عروض من احد الانديه الكبار، فانا عايز كمان اعرف مستقبل الفرقه جاي ازاي، الاستعداد للموسم اللي جاي ازاي. فده شيء حتى ما يعبكش انت كمدير فني، انت راجل بروفيشنال بتتكلم بروفيشنال، ما فيش ما يمنع انك تقعد مع مجلس الاداره والله انا متمسك بشروط مصريه. خلي بالك وكلامك مظبوط يا كابتن هاني. لا حصل الكلام ده وقعدنا هم الناس بعد ما حققنا الانجاز طبعا، يعني انا مش عايز اتكلم عليه لكن لا انجاز يعني واضح للجميع يعني احنا اول مره في تاريخ اسوان تكسب الزمالك، اول مره في تاريخ اسوان تكسب 4-0، اول مره في تاريخ اسوان تقعد 4-5 ماتشات ما تخسرش، اعلى معدل تهديفي في تاريخهم، اعلى معدل ابناط رغم ان انا فاضل لي ماتش كمان، يعني انا حققت اكتر من الدور الاول اللي هم حققوه كانوا بيلعبوا في ملعبهم. انا كل مبارياتي بره ملعبي، ما لعبتش في اسوان اتحاد الشرطه. فكل ده يعني الحمد لله حاجات اللي بيقول الاحصائيات دي مش انا اللي بيقولها يعني المتخصصين. فجم قعدوا معايا رئيس النادي ونائب رئيس النادي والمشرف على الكوره وقالوا لي احنا قاعدين معاك عشان يعني نعدل لك عقدك، ومكتوب في عقد كده ونعلي لك الراتب بتاعك. قلت لهم انا اشكركم طبعا على التقدير ده، انا ما طلبتش حاجه، وانتوا لو في تصور في دماغكم قولوا لي عليه. بس فقعدنا شويه وكان دخل في الموضوع وكيل لاعبين، قعد وكيل لاعبين وانا كنت رافض ان وكيل لاعبين قاعد في نفس الاجتماع. وانا رفضت، قلت له ازاي يقعد معانا وكيل لاعبين، احنا العلاقه بيننا مش مستاهله، وبعدين انت لو انت هتجيب حد يتكلم عنك انا عندي وكيل بتاعي. ده الكلام ده بعدين يعني. ومع ذلك قعدنا القعده عادي وخلصنا. طب مين اللي هيحط تصور النادي؟ هيقول لي احنا هنطلب ايه؟ بعد شويه الكلام اتغير، لا يا كابتن حط لنا التصور.
انت بتتكلم على التصور المادي ولا الفني؟ التصور المادي بيتكلموا التصور المادي، وانا قلت لهم انا عايز اعرف مين اللي ماشي من اللعيبه، فعرفت ان في 10 لعيبه اعاره وفي حوالي اكتر من 7 8 لعيبه انديه عايزاهم في الدوري الممتاز، كل لاعب عايزه 3 4 انديه. فانا من حق اعرف الفرقه شكلها طبعًا. ايه الموسم الجديد طبعا. فقلنا خلاص، قلنا بعد ماتش الاسماعيلي نقعد ادوني فرصه بعد ماتش الاسماعيلي اشوف الدنيا ايه واكلم حضرتك يا ست اللواء. كان اتفقنا ان هو يوم الجمعه وانا ماتش مع الاسماعيلي كان الخميس. ايوه يعني الاخ الوكيل كان عايزنا اتكلم قبلها يعني اقول له الوكيل يعتبر وكيل النادي. والله مش عارف يعني اللي بيتكلم باسم النادي. لا هو بيتكلم، هو مش وكيل النادي بس هو كان موجود يعني. أيوة هو بيتكلم باسم مين؟ ما هو مش وكيل باسم النادي، باسم طيب النادي. طبعا يعني طبعا حضرتك ما تعرفوش النادي. لا عارفه طبعا. طيب الايجنت بتاع النادي وجوده اصلا ما كانش ينفع قاعده بيني وبين مجلس الاداره. طيب ماشي وبعدين ما علينا يعني دي مش القصه. هم يعني اوكي. فجه ايه قال لي يوم الاربعاء هو اللي بيتكلم وهم يعني هو اللي بيتكلم هو هم ساكتين. قلت له لا بعد الماتش، ومش بعد الماتش مباشرة بعديها بيوم، لان انا ما اخد حتى قرار في حاجه احب ابقى هادي. أيوه. عشان ما اخدش قرار مش سليم. رئيس النادي بصراحه الراجل مشكورا قال لي يا كابتن لا معاك وقتك ما فيش مشكله. قلت له هرد على حضرتك يوم الجمعه والسبت. طب تمام. كلمت سياده اللي هو يوم السبت قلت له والله حضرتك دلوقتي انا على ميعادي معاك اهو كلمتك، هكلم الجهاز المعاون بتاعي نعرف برضو اللعيبه اللي ماشيه مين واحنا ممكن نجيب مين وشكل الفرقه ايه عشان نخش موسم واحنا مرتاحين كلنا. فعلا كلمت المساعدين بتوعي كلمتهم كلهم قلت لهم كل واحد يقول لي ايه اللي في دماغه لو مشي فلان هنجيب ايه وايه. وانا هي اخدت راي الناس اللي معاك والجهاز الفني بتاعك اتكلمتوا يا ترى الفتره اللي جايه قلت له بعد يومين اكلم حضرتك والكلام ده. هو كان عنده اجتماع يوم الثلاث فكلمته قبل الاجتماع قلت له ست اللي هو خلاص رتبت اموري وكله تمام وانا معاك مستمر معاك وان شاء الله ورتبنا الامور انا والناس وباذن الله خير ومعاك قلبا وقالبا. ونفس الكلام كان مع عضو مجلس اداره قبليها باربع ساعات بيكلمنا كابتن كشري بتاع كابتن احنا يعني عايزينك. قلت له انا معاك وخلاص وتمام مفيش اي مشكله ايه اللي دخل هنا في الوقت ده؟ كان في حاجات انا ما اعرفهاش بدات العلاقه في الوقت ده تاخد تتوطر. يعني شك... من مين الله اعلم يعني واحد لسه معاه معاك انجازه بلوش كام يوم ايوه بدات تتوتر ازاي يعني انت خلاص كلمتهم قلت لهم انا معاكم السنه اللي جايه بناء على اجتماعك مع الاداره الفنيه بتاعتك او مساعدينك انت بتحط فيجن للسنه اللي جايه وانت من حقك تشوف لو السنه اللي جايه هنستعد كويس لان مش عايز تضيع انجاز انا بفكر بدماغك يعني مش عايز السنه دي يبقى عملت انجاز والسنه الجايه لا قدر الله ما نقدرش نمشي بشكل كويس فانت قلت له انا موجود معاك وهم بالزبط. رحبوا ايه اللي حصل بقى في الفتره ديت؟ لا اللي حصل ان انا المفروض ان انا اقول له ان انا مكمل معاك وهو خلاص الامور انتهت يعني هم كانوا منتظرين قبلها كابتن كشري جاي له عروض وماشي هم الناس كلها بتتكلم لعيبه بتتكلم ده نادي كذا عايزه ده نادي كذا ما اللعيبه يعني عارفين بس حضرتك يعني ابديت رغبتك في الاستمرار مع اسوان بالظبط طيب بالزبط. مش معروفه بالظبط فلقيت ان الامور طب اكتب لي رقم رئيس النادي بيقول لي اكتب لي رقم على الواتساب تصور قلت له انا مش طالب حاجه مادي يعني. رقم مادي ليك انت قلت له انا ما طلبتش حاجه طب قول لي طب اكتب لي الكلام يعني اتكرر كتير قوي فبدات احس ان الموضوع فيه حاجه مش مظبوطه يعني ما ارتحتش قلت له والله عندك الوكيل بتاعي مظبوط اتكلم معاه ده كلام بروفيشنال الحاجات اللي هي فيها ماديات والحاجات دي تبقى معاه مزبوط. عشان انا ما احبش ان يبقى فيه حاجه تزعلنا من بعضينا ده صحيح وفي الاخر هو يرجعني وانا مش هختلف معاك في حاجه حتى التصور يعني اللي في دماغه يعني انا تحت اعلى مدرب في الدرجه اللي تحت الحمد لله بفضل الله بيجي لي اعلى الانديه واعلى يعني راتب في الدرجه اللي تحت ولما رحت اسوان رايح بنص مرتبي وما سالتش مرتبي كام وقلت لهم انا هشتغل معاكم فاذا انا ما بدورش معاك على الماده طيب. انا كنت عايز انجح وكنت عايز احقق يعني الانجاز معاهم لما جه يكلمني في ماديات قلت له انا عارف ظروفكم وعارف ظروف النادي والحاجه مش منتظمه فانا هاجي اضغط عليك واقول لك اديني مبلغ اعلى وانت اصلا انا ليا لحد النهارده حاجات كتيره لسه فلوس يعني كتير فيعني فلوس دلوقتي طبعا ليا في النادي انا والجهاز بتاعي بالكامل ايه سبب تاخير مستحقاتك دي والله بص يعني هم بيمروا احيانا بظروف بيجيبوا فلوس لكن المشكله ان بعد الاجتماع فوجئت ان يعني هم بيكلموا الوكيل اللي معايا تليفونه فصل لانه يعني فصل حاولنا نوصل له حتى انا ما مقفول فهم عايزين يبلغوه بس طب ما كانوا ممكن يكلموني انا تليفوني مفتوح ما كلمونيش قام الوكيل الصبح كلم المشرف على الكوره قال له احنا بنوجه الشكر للكابتن كشري
فالوكيل قال له والله ولا في اي مشكله، لو الكابتن ليه حاجه هاتها له شكرا، ما فيش اي مشكله كده على طول يعني على طول. ما فيش كلام حصل بينك وبينهم بعد كده ولا حد كلمك ولا قالوا لك ولا شكروني والله بجد ولا حفله معلش مع احترام. حتى انا قلت لهم يعني النادي الاهلي، النادي الاهلي لما فايلر مشي من النادي الاهلي، ويمكن الفتره اللي مشي فيها من النادي الاهلي كان النادي الاهلي عنده قبل نهائي افريقيا، النادي الاهلي عمل حفله للراجل وكرمه الراجل ومشي بشكل كويس بشكل لائق. انا عامل معاك انجاز وفي علاقه ربطتك ما بينك وما بين اللعيبه كمان، طبعًا علاقه طبعًا صداقه طبعًا وعلاقه اللعيبة فيها اللعيبه دول يعني اللعيبه يعني كانوا بصراحه رجاله. انا وجهازي معاهم من اسوان محترمين جدا وانا بتربطني بيهم حتى يعني علاقات طيبه مع المجلس، ما فيش مشكله ده. طب انا اقول لك حاجه كابتن هاني، ما تصدلهوش مشكله من اللعيبه رغم ان هم على طول متاخرين في الفلوس، ولا لعيب اشتكى جزء يتحسب ولا لعيب اتكلم جزء يتحسب لك، ولا حصل مع المدربين اللي قبل كان في مشاكل معاهم وبتطلع على صفحات الجرايد وفي الاعلام. انا ما حصلش معايا الكلام ممكن ده. ممكن يكون اتدخل وسيط هو اللي سوق العلاقه دي ما بينك وما بينهم، اكيد في حاجه مش مظبوطه عرفته يعني. هو دايما الوسيط ده هو اللي بيعمل عماله من ناحيته، لكن يعني انا النهارده مع ناس كنت مش طالب منهم غير التقدير. بس دي الحكايه حكايتك مع أسوان من وجهة نظرك، وطبعا حق الرد مكفول كمان لمجلس إدارة أسوان إنه يرد على الكلام ده. لا طبعا يرد، وأنا تربطني برئيس النادي كمان يعني الراجل محترم طيب. جدا وما حصلش بيني وبينه أي مشكلة ولا بيني وبين المجموعة الموجودة، بس يعني ولحد دلوقتي الموضوع فوجئت إني مع إبراهيم فايق من 3-4 أيام رئيس النادي طلع قال حاجات يعني أنا ما اتكلمتش، أنا رد فعل، انت هتقول انا هتكلم. لا هي في حلقه يعني في حلقه مفقوده ايه هي يا كابتن هاني؟ انا الحديث بالنسبه لك انت احمد في حلقه مفقوده، النادي كان بيقول لك عايزينك تكون موجود معانا، انت قلت لهم انا هفكر، ففكرت وقلت لهم انا موجود معاكم. طيب الجزء المادي انا عارف امكانياتكم، فاللي هتحطوه ما فيش مشكله وانا عارف امكانيات. فالجزء سوء التفاهم اللي حصل وقيس فجاه، لا طيب احنا بنقدم الشكر للكابتن احمد كشري، ده في حته مفصليه ناقصه بيخلي عندك فضول انك تعرف ايه اللي حصل طبعًا. كمان يعني اكيد قالوا ان الكابتن كشري عنده عروض ورايح نادي ورايح نادي وبتاع. طب انت جبت الكلام ده منين انت يعني؟ حتى لو سمعت يعني انا اللي هقول، انا صاحب القرار، انت مستني مني القرار مزبوط. ومن حق ان انا اقول، ومن حقك ان انت تنتظر واحد ناجح معاك مزبوط. اللي خلى اللعيبه اللي لسه اول سنه دوري ممتاز جالهم انديه كتير، فبالتالي بس صعب كابتن احمد انه الموضوع ينتهي بانك ترد في وسيله اعلاميه وهو كمان يطلع يرد في وسيله اخرى ويكون هو ده التعامل في النهايه. يعني انا ما شكرونيش يعني ما شكروش المدرب اللي قعدهم في الدوري الممتاز، ما عملوش حتى يعني اقول لك ايه يعني ما فيش حتى لحفله ولا بصرف، ما قالوش شكرا يا كابتن كشري، ده بيقولوا للوكيل يقول لي يعني ايه ده يعني اشكره. هو خلي بالك رغم ان انا في اسوان انا عارف جماهير اسوان انا بالنسبه لهم ايه، ومش جماهير بس اسوان يعني مصر كلها شافت اسوان لما كانت بتخسر من فريق كنا الناس بتخرج تمدحنا من ادائنا، احنا ما عملناش مباراه سيئه في خلال الفتره اللي معايا، فمن حقي يعني من حقي ان انا اكرم يعني. ده معلش يا اسوان من امتى بتقعد في الدوري الممتاز لما بتطلع؟ كم مره في تاريخ اسوان انت اللي ابقيت على اسوان يعني في كم مره؟ هو ده اللي بالشكل الجميل ده. خليك محتفظ بهدوءك وخليك انت عملت انجاز وعملت تاريخ يعني. لا بس انا والله ما زعلان من حاجه غير التقدير فقط لا غير يا كابتن. والله يا كابتن احمد خلي بالك انا يعني انا انت وانت بتتكلم انا رحت يعني انا وصلت للاولمبياد وعملت الحمد لله نتائج كويسه برده، كان بس كان في مشاكل في الاتحاد نفس الكلام برده يعني، حتى ما فيش شكر ما فيش احتفاليه بس بتزعل ما فيش شك، لكن انت بتاخد من ده ايه بقى؟ انت كمدير فني كبير هتاخد من ده ايه؟ تاخد منه حافز وبتاخد منه ان انت عملت اللي انت عملته اتكتب في التاريخ، وان بس بالظبط وان جماهير مصر كلها عارفه، وانت كنت داخل نفسك تحدي بينك وبين نفسك انك عايز تنجح، والحمد لله ربنا حالك الحمد لله يا كابتن هاني يعني ربنا كرمنا يعني اخر كرم يعني ما فيش مباراه لعبناها يعني خرجوا قالوا ان اسوان ما تستاهل هزيمه يعني، حتى الاداء كان متميز واسوان احنا اقل امكانيات ولعيبه مشكورا جدا اجتهدت، معظمهم لعيبه من تحت، اللعيبه ما خدتش مستحقات، انا كنت مسيطر على اللعيبه ورئيس النادي كان بيقول لي كده. وتاني حاجه قال لي رئيس النادي بعد ما خلصنا قال لي انت خليت الشركه الراعيه هتعلي الرقم بتاعنا جامد. أكيد. طب يعني النهارده انت في مكاسب من ورا الانجاز اللي اتحقق، ايه بقى ايه الموضوع؟ طيب نخرج بس من النقطه دي علشان انا عارف انا بس عايز اسال اخر حاجه في الموضوع ده علشان نقفله على اثر النجاح وربنا كرمك اخر كرم زي ما بتقول، ايه اللي بعد كده؟ ماذا بعد؟
والله الحمد لله بفضل الله. يعني يمكن قلت قبل كده ممكن يكون الواحد عايز يمسك في الدوري الممتاز فريق ونفسه يمسك فريق اكبر. مين بيكلمك دلوقتي؟ والله اللي كلمني كتير للامانه. للامانه قررت ايه؟ انديه كبيره، بس انا في الوقت اللي كلموني فيه كنت المفروض يعني لو انا عايز اروح الانديه الكبيره دي كنت ابيع اسوان، وانا ما عملتهاش النهارده. وجهتك فين يا كابتن احمد؟ نعم؟ لا انا لحد دلوقتي انا خلصت الموسم، انا في عروض من بره مصر في اكتر من دوله، بس انا من المدربين اللي ما بحبش السفر في الوقت الحالي. انا لسه اول يعني عايز اثبت نفسي بمعنى اصح في الدوري الممتاز، والكابتن هاني يمكن يفهم اكيد اكيد كويس. تثبت نجاحاتك وتاكد عندي تفوقك. اكتر عرض من 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 انديه كبيره هتلعب ابطال افريقيا، وفي في افريقيا في دوله عربيه، وفي في اسيا كمان فريق بطل الدوري في العراق وفي اكتر من نادي في 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 افريقيا كلموني ان هيلعبوا ابطال الدوري. بس يعني انا لسه برضو بدرس الامور، لان خطوه السفر دي ممكن تقدمك وممكن تاخرك. لازم تعرفي انت ايه الهدف من السفر ده. يعني ليه تاخرك؟ ممكن تبعدني هنا، انا هنا اللي عملته الرصيد اللي عملته السنه دي يعني عايز ياكد نجاحه بالزبط. من خلال دوري ممتاز ياكد كمان نجاحه السنه الجايه مع فرقه من الدوري الممتاز. ده ممكن يكون تفكيرك، وبعد كده حتى ممكن التجربه الخارجيه تيجي بعديها في سنتين ثلاثه. يعني بالظبط ده كلام اللي يعني المظبوط اللي قاله كابتن هاني. انا بقول ان انا ثبت نفسي هنا. الانديه اللي جات لي دي كلها في الفتره اللي فاتت، يعني ان شاء الله ربنا يكرمني بحاجه في الفتره الجايه، لكن انا ما ارتبطتش مع حد. دي برضو من خلال البرنامج عشان برضو الناس في اسوان تعرف، انا ما ارتبطتش مع حد عشان اسيب اسوان او عشان اباطل مع اسوان في حاجه، بل بالعكس انا رديت في الميعاد المناسب وفي الوقت اللي كان مطلوب مني ان انا ارد، وما طلبتش اي ماليات. ورئيس النادي خرج في برنامج وقال ده كابتن كوشري طلب مننا كذا. المبلغ اللي بيقوله ده اللي هو بيقوله رئيس النادي، إن انا كنت باخد اكتر منه تحت. يعني هو عرض عليك جنيه واتقال ان انت طلبت اربعه صح؟ لا يعني لا هو الرقم الرقم معرفش جاب الرقم منين بامانه، لان انا ما اتكلمتش معاه في ارقام خالص أصلاً. انا قلت لك خالص والله العظيم ما اتكلمت معاه. من مين اللي بيوصل الكلام ده؟ معرفش هو ايه والرقم اللي قاله انا باخده في 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 الانديه تحت. يعني الرقم اللي هو بالنسبه له كبير انا باخده تحت. يعني حتى لو انا عرضته مش هعرض الرقم اللي باخده تحت اكيد. يعني الكابتن هاني يعني مش هقول له الرقم اللي باخده تحت، على الاقل اقول له ضعفه. يعني طب عايزين بقى نخرج بقى من دي ونتكلم. لا انا بكن لهم كل الاحترام طبعا، ده والله أكيد العظيم. ده انا بس أكيد. يعني اكيد بس انت مستغرب من الموقف. يعني انا الموقف لحد دلوقتي، لكن انا ناس علاقتي بيهم طيبه جدا. ده اللي باقي يعني العلاقات. وكان وقتي كله كان مشغول في الدوري كان كل 3-4 ماتش صح. هجيب منين الوقت تخش في في حوارات مع مجلس؟ طب ايه رايك في الاهلي؟ قول لي بس ده تابعت الاهلي ازاي في الماتشين بتوع الوداد؟ لا بسم الله ما شاء الله. يعني يمكن الاهلي انا مبسوط جدا من اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي بالذات مع موسيماني. يعني انا شايف ان اختيار موفق جدا من الاداره كابتن هاني الحقيقه. انا من النوع اللي احنا مدربين يعني نعرف نقيم المدرب، يعني مش مشجعين بس. لا الراجل عنده حاجات كتيره كويسه قوي. الراجل بدا يقرب المسافات بين اللعيبه وبين بعضيها، بيلعب الخطوط كلها متكامله مع بعضيها، بيطلع اذا كان بيهاجم كلهم كبلوك واحد وبيرجع نفس الوضع. تحس النادي الاهلي كمان دفاعيا بقى افضل، تحسه هجوميا بقى في كثافه عدديه. عنده ميزه كويسه قوي ان هو حاطط ايده على كل لاعب ودوره في الملعب فين، في المكان بتاعه. لعيبه الاهلي شكلها فايق، في استحواذ عالي ما كانش موجود فعلا الفتره اللي فاتت. تحس اللعيبه بتلعب وهي مبسوطه في اريحيه في اداء في اداء وفي اسلوب دفاعي وهجومي منظم وفي يعني اصرار ما شفتوش الفتره اللي فاتت. يمكن انا من خلال برنامج اقول لك يعني انا لعبت قدام الاهلي ماتش في الدوري كان فايلر ماسك؟ كان فايلر وكنت متخوف جدا على الاهلي قبل مباراه الزمالك. يعني كنت متخوف على الاهلي قبل يعني قبل ما يعني الكلام ده مش بقوله بقى يعني لا انت مدرب وبتنقل تجربه يعني حسيته في الملعب. كان في حاجات طبعا يعني فايلر قدم عليه وعمل عليه ومشكورا الفتره اللي فاتت، لكن اللي انا الحاجات اللي شفتها في الملعب ما انا ما كنتش يعني
شفت ان هي قللت من النادي الاهلي. يعني اليو ديانج كان بيلعب على الخط، قفشه بيلعب على الخط الناحيه الثانيه، لخبطه في التشكيل طبعا. يعني الكلام ده كان مساعدني انا كنت واقف، الامور كانت بالنسبه لنا اسهل. وفعلا كان في الماتش ده احنا استحوذنا فتره طويله على النادي الاهلي في فتره يعني خدنا فيها 6 كورنر واثنين فاول على 18. فده من الاسلوب اللي كان الاهلي ساعتها بيلعب بيه. لكن مع موسيماني انا شايف الراجل هايل هايل، عاجبني بصراحه. شايف ان الاهلي خطواته سريعه لقدام، فعندي اطمئنان اكتر من الاول على عندك اطمئنان على البطوله، على المباراه النهائيه اكتر من الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت كان عندي تخوف، لكن لا، شكل الاهلي كويس. حتى لما بيجيب الراجل جه في ماتش رجع حمدي فتحي في قلب الدفاع، لانه طبعا عنده غيابات. الراجل عايز الفرقه اللي بتحب تعمل استحواذ، بتحب ان اللي يبدا من تحت لعب كوره. فلعبت الكوره لما تبدا الكوره من تحت سلسه، تلاقي بعد كده الهجمه تبقى منظمه والشكل يوصل توصل للمرمى الهدف بتاعك بسهوله وباريحيه من غير مشاكل. ف يعني كابتن هاني فاهم بقى. طب يعني دلوقتي وانت على فكره انت يعني انا من خلال برضو رؤيتي لفرقه اسوان، انتوا لعبتوا كوره حلوه وكره او نسبه الاستحواذ فترات كبيره مع انديه كبيره زي بيراميدز، كان نسبه عاليه حد الدقيقه 82 احنا كسبانين بيراميدز، وكان في يعني كوره لو حسمت كنا كسبنا كتير بالظبط. حتى على مستوى الشكل ده، انت بتحب كمدير فني انك تبني من تحت الاستحواذ بشكل ايجابي، انك تبني من تحت بشكل وتطلع بالكوره من الثلاث خطوط، تسلم كل خط يسلم خط. انا لعبي مع كل الفرق اللي مسكتهم الحمد لله بفضل الله. اخر سنه مثلا، السنه اللي فاتت هقول لك سنه، كان الترسانه، كنت ماسك الترسانه، احنا كنا نصعد كنا واقفين على ماتش، كنت اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع في الثلاث مجاميع. كورتنا كانت جميله جدا، كنا بنعمل سكور عالي، لينا شكل هجومي. انا من المدربين اللي من يعني المدرسه اللي هي بحب الكره تطلع من تحت منظمه، ما بحبش لعيب يطفش كوره. لو لعيب عندي لعب كرة طويلة، لو الكرة دي مش متمرنين ان هي ملعوبة لمين، بتعمل ايه للفرود عشان يستلم الراجل تحت، يعني لو مش عاملين منها جملة يعني هو طبعا موقف اضطراري ده حاجة طبيعية، بس انا بتكلم ما يبقاش ده السمة بتاعتنا السيستم بتاعنا. ايوه بالظبط. لا الفرقة بتاعتنا حتى السنة اللي فاتت كان الترسانة، كنا بنلعب النادي الاهلي في مباراة الكاس، يعني الترسانة اتقدمت مرتين على النادي الاهلي مظبوط، ولعبنا كورة جميلة. فكل الفرق اللي مسكتها الحمد لله بفضل الله، ده اسلوبي ومعروف عني الكلام ده، ان انا بشتغل كوره بحب فرقتي تبقى منظمه في الملعب وليا اسلوب في الملعب، وفي نفس الوقت بتشتغل الطريقه اللي تناسب الفرقه اللي قدام اللي معايا ايوه. يعني انا مثلا مش معنى ان انا بحب 4-2-3-1 العبها في كل الفرق، لا لازم اشتغل على القماشه اللي معايا العناصر ممكن اللي العب. يعني انا مع اسوان كنت بلعب 4-4-3-3 في ماتشات، وفي ماتشات بلعب 4-1-2-3-1 كده، يعني بلعب طرق اللي تناسب المباراه او الفريق اللي قدامي. وفي مباراه لعبت بيها فرود وهمي، يعني في حاجات معينه بس انا بلعب مين والطريقه تناسب، هل اللعيبه بتاعتي ده عندها المرونه ان هي تقدر تنفذ الكلام ده ولا لا. بمناسبه الكلام ده بقى، النهائي الافريقي عايزاك كده يعني بنسبه كبيره جدا مصري، عايزاك تتخيل شكل المباراه النهائيه هتكون عامله ازاي في الاستاد. طبعا هي أجواء هتبقى كبيرة طبعا، أنت بتتكلمي في أولا متوقع الرجاء ولا الزمالك؟ بس السؤال يعني هو طبعا هنسأله يعني من هنا لحد يوم على الورق، على الورق الزمالك، لكن في الملعب لسه تتلعب بين الزمالك على الورق على الورق، أو إحنا قلنا كده يعني النتيجة الأولانية إيجابية للزمالك، فالزمالك أقرب بنسبة 60-40%، لكن الزمالك أقرب بنسبة 60%. لكن 1-0 دي نتيجة خطيرة جدا خطيرة جدا، مش مطمئنة. لا 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 خالص، بالعكس. نادي الرجاء محتاج جون في كلتا الحالات، ان هو جون يرجع بيه للمباراه اللي فاتت، وفي نفس الوقت هيحط يعني لو جاب جون هيضغط نادي الزمالك وهيبقى هو الاريح. الزمالك هيفتح كمان عشان يتعادل، فالمباراه خطيره. بس انا بقول 60-40 ليه؟ لان معاه يعني معاه نتيجه ايجابيه الدور الاولاني او الماتش الاولاني، لو الزمالك قدر يحافظ عليها، حافظ على خطوطه ورا وبيدافع كويس، او المباراه مشيت فيه عنده فرصه تانية للتعادل، او انه يطلع بنتيجه ايجابيه 1-1. فدي اللي مخليها نسبه 10% زياده او 20%، لكن لا انا شايف ان المباراه صعبه جدا، صعبه جدا على نادي الزمالك. طيب. نتيجه مش متوقعه، لكن الاهلي لو لعب مع الزمالك انا شايف ان في الوضع الحالي النادي الاهلي شكل الاهلي احسن، الاهلي منظم، محتاج من اللعيبه يوم المباراه بس الهدوء، التعامل مع المباراة بذكاء وبتوازن. أعتقد النادي الأهلي بإذن الله قادر أنه هو
يحصد البطوله لو لعب مع الزمالك وهو زي ما بقول يعني ايه. بس انت مطمن؟ انا حاسس ان في نسبه طمانينه شويه، وانا بتكلم بصراحه في الوقت الحالي. الوقت الحالي غير قبل كده، كنا يعني كنا قلقانين شويه. الاهلي كان بيكسب بس الاداء ما كانش حلو، ويعني مع فايلر في الاخر كان بنكسب الموضوع، لكن الاداء مختلف شويه مع موسيماني، والثقه والطمانينه اللي عندك واصله اكيد لجماهير النادي الاهلي. لكن زي ما انت بتقول وانت مدرب كبير وعارف ان دايما المباريات النهائيه ليها حسابات مختلفه. اكيد اكيد، عشان كده بنقول الهدوء يا كابتن والتنظيم. يعني المباراه دي النقطتين اللي انت طبعا طبعا ان انا ابقى هادي اعرف اتعامل مع ودي سمه لعيبه النادي الاهلي. يعني ياما قابلنا الزمالك في مواقف كتيره وكنا بنكسب، يعني في الجيل بتاعي مثلا كسبنا، يعني قعدت 4 سنين بنكسب الاهلي رايح جاي. ليه؟ لان احنا كنا بنعرف نتعامل مع المباريات الكبيره. فلعيبه الاهلي الجيل الموجود لعيبه مميزين وعندهم من الاصرار ومن العزيمه ان هم يكسبوا، لكن كانوا محتاجين في المباراه اللي احنا لعبناها الاخيره مع الزمالك كنا محتاجين شويه هدوء من لعيبه النادي الاهلي. في حاجات كمان في المباراه ممكن ترجح كفه الفريق. يعني الاهلي اقول لك للامانه، لما لعبت الاهلي في فتره فايلر كان الاهلي بدنيا مش كويس قوي، ولازم ما حدش يتكلم عن النقطه دي، ما اعرفش، بس انا كنت حاسس في الملعب بعد الكورونا طبعا. بعد الكورونا نفصل، هو ليه مرحلتين في التاريخ. لا انا بتكلم بعد الكورونا. بعد الكورونا فرق كتيره بنقول شبه بعض، بس بيبقى باين باين الفرق اللي قدامك هتكمل ولا لا. ايوه، فدي حقيقه انا كنت شايفهم في الملعب، وبعدين انا الصوره قدام عيني غير التلفزيون، انا شايف لعيبه الاهلي وشايف الوضع. الاهلي بدنيا ما كانش في الحاله البدنيه المعتاد للنادي الاهلي، او يمكن كان عشان الملعب مقلوب، لانه كان بيلعب زي ما انت قلت 4-3-3 مره. لا كان بيلعب 4-4-2، ودي 4-4-2 الطريقه دي ما تناسبش النادي الاهلي خالص في الجيل ده، في الزمن اللي احنا فيه ده، لان 4-4-2 دي ايامنا انا وكابتن هاني. ايوه بس برضو يعني كان المهاجمين بيشتغلوا، بس احنا كنا هنا برضو بنقول في البرنامج انه كان حاسم الدوري من بدري، وكان في انه يجرب كذا طريقه، وانه يجرب عناصر جديده، ويعني بيلعب مرتاح، فكان ليه لا انه يجرب. انا معاكي، جرب بالقماشه اللي عنده برضو زي ما انت ما بتحكي. لا انا معاكي جرب، بس الاداء ما كانش والنتائج ما كانتش كويسه، فاذا ارجع للشكل اللي يخلي الاداء، عشان لما يخش لعيبه في وسط المجموعه لو انت عايز تدي لعيبه صغيرين اديهم، وانت يعني عادل الملعب. ايوه عادل الملعب، لكن ما تجيش العب ب 4-4-2 النهارده. مين يعني طريقه اتنين مهاجمين دي كانت ايامنا، انا بقى ايام ما كنت بلعب انا مثلا وفيليكس وحسام وعلي، ما ليها شفتات معينه وليها تحرك معين، واحد بينزل يستلم واحد بيتحرك، وبيغير شكل وسط الملعب كمان طبعا كله. وبعدين بيتاخد منه نص الملعب، لانك بتقللي نص الملعب. زي ما بيقول الكابتن، اهم حاجه ان نص الملعب بيقل. يعني لما بتلعب 4-2-3-1 بيبقى عندك لعيب تحت الفراوده. النهارده اخطر لعيبه على مستوى العالم اللعيبه اللي من على الاطراف، مش الفرود الصريح. ايوه بص الفرق العالميه، هتلاقي ميسي كريستيانو، هتلاقي نيمار، هم دول مبابي، اللعيبه دي الاطراف واللي جاي من تحت اخطر من المهاجم، اهم من المهاجم الصريح. فالمهاجم الصريح النهارده حتى يقول لك محطه. محطه ليه؟ لان هو بيشتغل للناس اللي جاي من تحت، اللي جاي من تحت ده هو الاخطر. لكن النهارده لما نلعب باثنين مهاجمين والنادي الاهلي، كل الفرق بتيجي تعمل للنادي الاهلي تكتل على ال 18، فانت النهارده عملت زحمه وقللت نفسك في نص الملعب. هي الطريقه دي عشان اشتغل عليها كمان مش بالبق، لازم اكون ممرر لعبت عليها، لازم يكون ليها اسلوب معين. طب ايه رايك يعني اكيد ايه رايك في المقوله اللي بتقول ان ديانج والسوليه نص فريق النادي الاهلي؟ لا ديانج والسوليه بسم الله ما شاء الله، يعني عايز اقول لك عاملين موسم هايل. يعني أليو ديانج كمان عاجبني جدا جدا، مستواه ثابت بيزيد، مش ثابت بس بيزيد، عنده امكانيات لعيب اللي هو يقدر يلعب في احسن الانديه في اوروبا. عنده سرعات، عنده قوه، عنده تمركز كويس قوي، وده اهم حاجه. صغير 23 صغير. الميزه بقى ان السوليه الاثنين مختلفين، يعني هنا في السرعه والقوه ولا تمركز، وفي هنا المخ والعقل والمهاره. يعني السوليه من اللعيبه الهاديه اللي بتعرف تعمل توازن في نص الملعب، تاني عنده قوه والانقاضات القوي، والكابتن هاني طبعا لعب ديفندر كتير في اوروبا، وعارف ان لما بيكون في مكان مركز في اتنين مختلفين بتعمل التوازن، لكن ما يبقوش الاتنين شبه بعض في اي مركز، حتى لو في السرد باك، حتى لو في الفيرويد، لازم يكونوا مختلفين. فالنهارده أليو ديانج مختلف عن السوليه. طب بالنسبه للفيرود، انت جبت تندا وانت كنت راس حربه وكنت بتيجي من شادو سترايكر، عملت كل حاجه، رايك كيف مروان في الفترات ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا،
ورؤيتك كمدير فني، رؤيتك ايه في مروان، والنقطه اللي انت اتكلمت عليها خلاص يعني مروان مش بقى محور دلوقتي لاداء النادي الاهلي انه بيطلعوا عليه بشكل كويس يعني. فعلا بص، مروان ممكن بعض الجماهير ما تحسش بمروان دوره مهم قد ايه، اللي يحس بيها المدرب زي الديفندر. احيانا الديفندر ده بيبقى اهم لاعب في الملعب، والمدرب تقول له يغيب منك ايه، يقول لك يغيب مني احسن لعيب في الملعب لكن ما يغيبش مني ده. كابتن هاني عارف ده بيبقى دايما الجندي المجهول للفريق. مروان بيساعد المجموعه اللي تحتيه ان هي تشتغل باريحيه وان هي توصل المرمى. مروان بيشتغل الشغل اللي هو المطلوب منه للمدرب. انا النهارده ممكن مدرب ابقى مروان مهاجم، الناس عايزه منه ان هو يجيب اهداف، لا انا مش بالضروره مروان اللي يجيب لي الهدف، انا اخلي مروان يتحرك عشان يجي من تحتيه اجاييجي يا قفشة، يجي من الناحيه الثانيه حسين الشحات، يجي مثلا عمرو السولية، هم دول الاهم عندي. وانا قلت لك من شويه اهم لعيبه في الملعب دلوقتي بالنسبه لفرق العالم هي الاطراف والناس اللي بتيجي من تحت. فالنهارده الراجل راس حربه ده هو اللي بيكمل الناس دي، وهو اللي بيعمل لهم يعني الشغل وبيوسع لهم المساحات وتحركه بيخلي ده يوصل للمرمى. فانا مش بالضروره ان مروان هو اللي يجيب الجون، انا عندي المهاجمين لما بيلعبوا معايا اقول له مش بالضروره انت اللي تجيب الجون، انا عايزك تتحرك تاخد السردباك معاك تنزل بيه، او تحرك تخلق لي مساحه فاضيه يخش فيها فلان يبقى انت كده نجحت، تتحرك تعمل كوره انت تطلع لبره عشان فلان يخش مكانك يبقى انا فضيت المكان ده. فمروان بيتحرك كويس جدا، من احسن الفراوده اللي بتحرك في مصر، وعنده ميزه كويسه انا شايفها ان مروان استحمل بعض الضغوطات ودي حاجه كويسه مش اي لعيب يقدر يستحملها. عدى فتره صعبه بصراحه. النهارده بيجيب اهداف مهمه للنادي الاهلي مروان، اللي يحس بيه اكتر المدرب، فمش بالضروره الناس تقعد تحس ان كل لاعب بيلعب في المركز ده لازم يبقى مهاجم بيجيب جون خلاص. زي ما قلت لك العالم الفكره اتغيرت. طبعا طبعا مروان اللي بيخلي وليد سليمان يجيب جون، مروان اللي بيخلي قفشه يجيب جون، مروان اللي بيخلي اجاي يجيب جون. الناس لو بصت لمروان من النظره دي او من المنطلق ده، لا بس الناس بتبص ان ده دور مروان الرئيسي يا كابتن احمد، ان هو يجيب جون، ان هو يجيب جون اكيد، ما هو بيجيب جون مروان بس. النهارده مروان يعني الناس ممكن يكون عتبها على مروان النقطه دي، لا ده دوره يعني هو مروان صح. انا اكلمك بقى من هو ناقص حاجه لمروان، وانا يمكن قلتها قبل كده هنا في النادي الاهلي، مروان محتاج ان هو يشتغل يخلق لنفسه فرصه، هو بقى يعني يطمع شويه ان هو ينزل يستلم ويلف بوشه ويشتغل على الجون. أيوه. هو دايما بيساعد زمايله اكتر. ايوه لما يعمل دي هتحطه في حته تانية خالص، يعني لازم المهاجم يكون يخلق لنفسه فرص بعد الفرص. لكن هو دوره في الملعب بيخلي فريقه ناجح، فهو بيلغي نفسه، بيلغي احيانا انا مش مهم انا، المهم المجموعه. هو دايما بيقولوا مقوله لازم المهاجم يبقى طماع شويه. اكتر واحد طماع في الملعب المهاجم. محتاج ده بس انا شغال على فكره، لو تلاحظ الماتشات اللي فات اللي هو بيحاول يلف والشوط بياخد لنفسه مساحه كويس وبيحاول بقدر الامكان. يمكن نقطه انت مهمه جدا فنيه اتكلمت فيها، انه كمان في وقت من الاوقات بدل ما يعمل باص لا هو يعمل الريسك. ما انت بتقول انت مدير فني طالما وصلت الثلث الاخير يبقى انت تاخد الريسك اللي انت عايزه. وبعدين بيتحرك كويس. هات لي مدرب في منتخب مصر ما خدش مروان محسن. ما فيش. مين؟ لا بيبقى الاعتماد عليه بشكل اساسي. طب يبقى اذا المدرب عارف دوره كويس قوي. مروان لو اشتغل، لو يعني السنه دي انا شايفه ان هو الفتره دي بالذات مع موسيماني مش كويس قوي. كمان لما يعلى ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ناخد بطوله افريقيا ان شاء الله. انا بقول لك مروان السنه الجايه يبقى هداف الدوري ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين نقول لك حاجه مهمه. اتفضل. انك نورتنا. يا رب يخليك كده، انتوا منورين. نورتنا بصراحه يعني بجد، وحبيبه كابتن يعني بنقول لك تاني مبروك على الانجاز الكبير، ومش هقول بقى مولد مدرب كبير، لان انت بقى حبيبي. عندك مشوار طويل وان شاء الله بالنجاح في السنه اللي جايه وتحقق كل امنياتك ان شاء الله. انا من خلال طبعا برنامجكم الجميل البيت الكبير يعني بيعجبني جدا، وبيعجبني طبعا يعني الفقره بتاعتكم ربنا يخليك، وايضا يعني فقره خط احمر كمان بتعجبني جدا، انا متابع جيد جدا يعني فارس واسامه عاملين شغل عالي، لانه تحضيرهم ليها كويس، وطبعا بتاعه عمر بنوي قبلكم يعني برنامج هايل وقناه الاهلي ما شاء الله في تطور، ويعني حاجه يعني بيشرفني دايما ان انا اكون موجود في بيتي
قناه النادي. شرفتنا كابتن احمد. هم سامعينك دلوقتي وهيوجهوا لك تحيه، بس بعد ما احنا نمسي عليه ونصبح عليهم. انا ما قابلتهمش قبل كده بس بشوفهم. هم قدامك اهم على الكام. حبيبنا كابتن كشري طبعا. صباح الخير. بتفكرنا بالزمن الجميل. بس نرحب طبعا بالكابتن هاني واستاذه سهام، وطبعا كابتن كشري بيفكرنا بقى بجيل التسعينات واهداف كتيره. انا بالنسبه لي هدف الاولمبي اللي بوش رجلك لسه بكلمه عليه دلوقتي. هو قبل ما الجون يجي قال لي بص الجون ده ازاي. شفت يعني انا ما شفتش الجون ده، لكن بالنسبه لي الهدف ده يعني صحيح. من الاهداف المميزه جدا واللي بتبرز لاعب كبير جدا اعتقد يعني تاريخك كبيره كابتن كشري وسعداء تدريبيا يا احمد. حابين نقول صاحب تجربه مميزه جدا تدريبيا، حاجه على طريقه ابناء النادي الاهلي. وانا متابع كابتن احمد من ايام تدريبات النمسا والمعايشات اللي كان بيعملها، حد شغال على نفسه جدا كعاده ابناء الاهلي، واحنا سعداء ان نكون في حلقه هو موجود فيها. يا رب بالتاكيد اشكركم وموفقين دايما. ويعني فعلا حاجه يعني حلقه جميله والبرنامج مليان يعني. يا رب نورتنا كابتن هاني. شكرا ليك. شكرا نجم النجوم كابتن هاني. اشكرك كابتن هاني. اشكرك استاذ جد جدا. شكرا ليك. احنا دلوقتي هنستمتع بخط احمر مع احمد ومحمد، بس طبعا احنا هنبقى بره الهوا دلوقتي وهم دلوقتي هنسلمهم الهوا. اهلا بيكم وهنشوف دلوقتي هتقدموا لنا ايه. نرحب بكم مره ثانيه. احمد فقره مميزه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله واحنا بكره ان شاء الله ميعادنا من 10 لوحده على الاهلي في البيت الكبير ان شاء الله باذن الله. هنبدا يا احمد حلقتنا. اعتقد حلقه هيكون فيها حاجات مميزه كتير جدا جمهور النادي الاهلي مستنيها، واحنا كمان مستنيينكم بعد الفاصل.